بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله على كل حال، نحب نشكر اللاعبين نتاعنا على المقاتلة نتاعهم وعلى الروح والعزيمة. شكر كبير زاد الجماهير اللي كانت حاضرة بعد جوافر وساندت الفريق في أصعب الفترات. أنا جوسي فيير بالفريق نتاعي وبالمردود نتاعو والمردود اللي قدموه. تبقى لا ديسيبسيون اي جراند، ديسيبسيون كبيرة. اتحاد طنجة وظهر لي الصحفيين اللي عملوا معنا السفرة للجزائر لاحظوا الفرق في المقابلتين، الفرق في المقابلة غادي كيفاش الفريق للتحكيم هو اللي خسرنا بالطرق الكل ودخلهم في وسط المقابلة بعطاهم ضربة جزاء خيالية. ونشوفوا اليوم مرة ثانية التحكيم اللي حرمنا من ضربتين جزاء، لكن الكرة ومالوريزمون بور لافريك مازلنا في الحكم يدخل مقرر نتيجة المقابلة قبل ما يلعب. هذه الكرة أنا اللاعبين نتاعي أداوا اللي عليهم، قاموا بشوط كبير، قاموا بشوطين في المقابلة، جاتنا فرص، جاتنا ضربتين جزاء، سجلنا هدف. لكن في الكرة مش دائما لما تتفوق في وسط الملعب وثم ناس تخدم البرة من الملعب وتعمل في الكواليس، هذه ديسيبسيون كبيرة. شكرا لكم.